أول. وهنا محاولة بالنسبة لمنتخب الكاميرون، كاد أن يفعلها الكاميرون أفريقيا وكذلك في كأس العالم مشاركات عديدة. وأقول الكرة ملعوبة والتبادل الكروي من هناك، لكن الكرة ضاعت. الغريب أن صاحب تعود الكرة، شوف التحرك، شوف الجمال، شوف الأداء الجميل، الأداء الجميل المنتخب الكامروني. كرة مرفوعة وعالية من هناك، والكرة مباشرة كرة للمنتخب الكامروني. يعني كان عندهم مدربين من البرازيل، كارلوس ألبرتو باريرا، جويل سانتانا. واحد واحد في النتيجة. نيكولا نكولو من بيير وومي، من جون ماكوم، ستيفان بيا، يا سلام على ستيفان بيا، باتريك مبوما، روجي ميلا الذي كان الذي كان حاضرا. وقد دور شباب اخرين على كل فانسان ابو بكر، لكن كان هناك فرانسوا اومانبيك، يا سلام، اسماء جديده عكس الاسماء التي كنا نعرفها. لكن عندما نشاهد كل هذه الاسماء، كل هذه الاسماء تلعب خارج، اقول خارج الكاميرون. الكره من جديد من هناك، ملعوبه خطيره، ولكن في نهايه المطاف الركنيه. المعلومات عن البلدين والمنتخبين، وهنا الكرة سهلة بالنسبة للحول. أن الكاميرون فنيات عالية، لكن حتى من جنوب أفريقيا لو نشاهد، شوف 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 اللعب الجميل، شوف اللعب الجميل، لكن دفاع، يا سلام، المستوى الأفريقي حتى من التأهل يعني لكل البطولات صعب. شوف 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 المراوغة، شوف الانطلاق، آخر كرة لم تكن جيدة. اللاعب رقم 7 اللي هو كيتوجي، هذا هو كيتوجي يخرج.